صحيح. وهذا اللي قاعد تحرص عليه المجتمعات الراقية، أن نحاول كثر ما يكون عندنا انبعاثات أقل يكون صديق للبيئة. فالطاقة الشمسية تقلل من عملية الاستعانة بشكل مستمر من الكهرباء الحكومة. هذا بشكل عام يعتبر أنه يعني الكربون فري الامبيشنز اللي قاعد توفره، وهذا اللي يصير في المملكة المتحدة بريطانيا. بريطانيا لما تشجع المواطنين على عملية الانتقال إلى الطاقة الشمسية حتى في منازلهم، تعطيهم يسمونه الفوت برنت كاربون فري سيرتيفيكت. وهذا السيرتيفيكت معناته انت يا مواطن اذا استخدمت طاقه شمسيه سواء في الزراعه وغيره، انت وفرت كانني انا يا حكومه وفرت احتراق عدد معين من الوقود الاحفوري. فبالتالي هذه الكميه الكربون محسوبه تقدر تحسبها، اللي هو تقريبا كيلووات اللي قاعد ينتج بالساعه في الطاقه التقليديه قاعد يولد مثلا 750 جرام من الكربون. انت كل ما تقلل هذه الكيلووات اور في عمليه البرودكشنز العادي، انت قاعد توفر لي نظافه بيئيه بكميه الكربون اللي انت سويت ليها سيفنج. وهذا يعتبر طاقه شمسيه يعني خيار جيد، ولكن حط بين قوسين. القوسين هذه اذا كانت الجدوى الماليه مناسبه. احنا في الكويت ولله الحمد، وهذا يعني من فضل الله في بلدنا، ان المناطق الزراعيه موجوده في شمال المنطقه، في شمال البلد او في جنوبه او في غربه، وكلها تقع في محيط الشبكات الكهربائيه وشبكات المائيه. صحيح. فبالتالي عمليه الاستعانه بالطاقه الشمسيه يعتبر خيار او اختيار. اختيار بمعنى انا ارى هل انا تكلفه نظام الطاقه الشمسيه خلال 25 سنه افضل من عمليه اني ادفع رسوم الكهرباء والماء على حسب التعرفه الموجوده. في هذه الحاله يقيس المواطن بهذا الشكل، وبالتالي يحدد اذا كان يلجا الى الطاقه الشمسيه او يلجا الى الطاقه التقليديه. وعاده في هذا النظام اللي اقرته الدوله نحاول يعني تقنن هذا الموضوع وتوجه الشباب نحو الطاقه المتجدده، اصبحت يعني منافسه جدا انك تتجه الى الطاقه الشمسيه في كثير من التطبيقات. في بعض المجتمعات اللي العالميه والعربيه وليس لهم اختيار صراحة، لأن عادة المناطق الزراعية تكون بعيدة عن الشبكات، فأصبح لهم ضرورة في عملية التوجه إلى الطاقة المتجددة الشمسية. ولذلك يعني الدورة راح نتكلم عنها بشكل بسيط، أن يعني هي تغطي حاجة المجتمعات الموجودة في الكويت بشكل خاص، وكذلك المجتمعات العربية في كل الدول العربية. هذا اللي راح إن شاء الله تتكلمون عنه يوم السبت المقبل بإذن الله، يعني في الدورة اللي هي تحت عنوان إعداد ودراسة وتقييم مشروع لتركيب نظام الضخ بالطاقة الشمسية الكهروضوئية. نبي نعرف أكثر عن محتوى وفحوى هذه الدورة، وشنو الاستفادة إذا أنا راح أطلع يعني منها على سبيل المثال كنت مزارع أو إنسان أستثمر في الحقل الزراعي. نعم. أول شيء بخصوص الدورة اللي راح تقام يوم السبت، حنا نوجه التحية لإخواننا في الاتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة على رأسهم الدكتور أشرف عبد العزيز الأمين العام للاتحاد. وهذا الاتحاد تم تشكيله بناء على توصية من الجامعة الدول العربية في قبل أكثر من 10 سنوات. المجلس العربي للطاقة المستدامة هو أحد مجالس هذا الاتحاد، وتم تشكيله قبل 2 سنين. وبفضل الله يعني أنا كعضو مجلس إدارة المجلس العربي للطاقة يعني حبينا أن نفعل هذا الدور، الدورات التوعوية خاصة خلال الكارثة اللي مرت علينا في الكوفيد، التي حولناها من كبوة إلى منفعة للمجتمعات، بحيث أن وضعنا برنامج سنوي نقيم فيه هذه الدورات. هذه الدورات يعني بدأنا فيها من ابريل 2020 قبل اكثر من سنه وشهرين، كانت معدل دورتين في الشهر. من ضمن هذه